امسك اعصابك امسك اعصابك. اشر بيدك للكاميرا، هيها هناك مخباية، خلينا نشوفك بكرة وبنحكي احلى حكاية. تعصب علينا لو مرة التقينا، ضحكنا وتسلينا، امسك اعصابك. لو تسمح طول بالك، صدقني ما بتتغلب على غفلة وعى حالك، صورنا فيك المقلب. كاميرا وتصويرها عصبيتك بنثيرها، تعيش وتاكل غيرها، امسك اعصابك امسك اعصابك. لا تقلبها جدية، اضحك معانا شوية، هاي كاميرتنا الخفية، امسك اعصابك امسك اعصابك. فنان أردني من الرواد الذين ثبتوا أنفسهم على الساحة الأردنية والعربية، من مواليد قرية سلوان مدينة القدس. أعماله لا تعد ولا تحصى في المسرح والدراما والسينما والإذاعة، متميز بحضوره وخفة دمه. هو فنان مثقف يعرف ماذا يقدم لجمهوره. إذا بدك تعيدي وخفتي دم. شو كاتبه؟ قلتي وخفته، وقبلها في واحدة كمان، قبلها في واحدة. اقري عشان اقول لك كيف تشكليها. تشكيل. وانا مرات بسكن انا. شوف، فنان اردني من الرواد الذين ثبتوا انفسهم على الساحة الاردنية والعربية، من مواليد قرية سلوان مدينة القدس. اعماله والله لغة عربية. او ممكن كان مفروض اقول بالعمية اعماله، فخلص. أعماله لا تعد ولا تحصى في المسرح والدراما والإذاعة. اشتغلت سينما قصيرة. احنا بس هيك يعني. متميز بحضوره ولا بحضوره؟ بحضوره. إلا إذا بتقوليها بالعامية. بحضوره وخفة دمه. أيوة. هو فنان مثقف يعرف ماذا يقدم لجمهوره. هاي هاي اللي لجمهوره. إذا بدك تقوليها خلينا نسكنها. لجمهوره الذي عاشقه من بدايته الفنية. من بدايتي المن بالجر. من بدايته لحظة شوي. اسمعي قوليها بالعامية. من بداياته. من بداياته الفنية. أحسن. من بداياته. مو خط ياسمين. تو. من بداياته الفنية. خلص هيك بنكتبها بالعامية. العامية أسهل لك. ضلش تعلق. والله ما حكيت. شوف شطارتك بس بالأول. بسم الله أنا انبسطت. بقول هو يسمع بالكلة وقلت لك هو ما دخل لا بالعامية ولا بالفصحى. مثقف. طبعا تعرف سبحان الله، انت بتكرمني حكيت ما شاء الله كويس، كنت خربشتي حسدني على فكره. والله بحسد بشيء ما شاء الله عيني فجت لبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. فنان اردني من الرواد الذين اثبتوا انفسهم على الساحه الاردنيه والعربيه، من مواليد قريه سلوان مدينه القدس. اعماله لا تعد ولا تحصى في الدراما والاذاعه والسينما والكرتون والدبلاج. متميز بحضوره وخفة دمه. هو فنان مثقف يعرف ماذا يقدم لجمهوره اللي عشقه من بداية أعماله. معنا الفنان خفيف الظل المبدع والمميز الأستاذ داود جلاجل. حللت أهلا ونزلت سهلا في برنامج سهرة من فلسطين. في برنامج علقت عندي. في برنامج أعيد من عندي. في برنامج سهرة من فلسطين. شرفتنا وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه المقدمة اللطيفة، وأنا سعيد اليوم أنه أكون في هذا اللقاء معكم. ونحن بدي رحب فيه مش دولة رحب فيه بدي أرد عليه بدي أقول نحن أسعد. طيب خلص أنا أسفة.
ده كله. أهلا وسهلا أستاذ داود في برنامج سهر فلسطين. وفي الحقيقة وفي الواقع أنا بدي أشكرك لأنه أول حلقة ابتكريها بسرعة. دائما بعوق. دائما بتعوق كثير. أول حلقة بتكرها بسرعة. بعرفش ليش. أنا كنت خايفة عشان المريضة يعني ما أعوق كثير. والله وأنا توقعت بس المبين الحمد لله كويس. يلا. يلا رحبت فيه. رحبت فيه بكده من قصص أستاذ داود. إحنا شو ما كتبنا عنك تاريخك يعني بده صفحات عشان نحكي عن تاريخك الجميل في كل شيء. وبعدين أنا يعني زميلتك في الوسط الفني يعني القعدة اللي ما شاء الله بتقعد فيها بالذات في مجال لما نكون نصور يعني أمتع منها ما في يعني. أنت إنسان روحك جميلة وعندك طاقة إيجابية حلوة وطبعا النكت ما شاء الله اللي بده يتعلم نكت يتعلمها من حضرتك ما شاء الله عليك. أول ما تصحى من النوم بمين بتتفائل يعني سواء بالاتصال أو شخصي؟ يعني حقيقة معاي ساكن في البيت بعد ما توفت زوجتي الله يرحمها. إجا ابني وزوجته وعنده بنت صغيرة هذه صديقتي في البيت. فأول ما بصحى لازم يعني كل يوم أشوفها مايا مع أنه صار لها أكثر من شهر مسافر الآن. هي في أوكرانيا بس يوميا الصبح قبل ما تروح على المدرسة نحكي أنا وياها سكايب. لازم أتصبح فيها يعني فعلا صدق المثل اللي قال ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد. الله يحمي لك إياها ويخلي لك إياها يا رب. الله يخلي لك إياها. طبعا إحنا أول شيء بدي أهديك تحية سعدية نط الدرج اسمها. هي كانت لما كل اسم عائلتها عائلة البرنامج سعدية نط الدرج. هي بتحبك كثير وبتتابع كل أعمالك وهي عدت بعض الأسئلة. ففي سؤال أنا قلت لها ما لوش داعي بتقول لا كله إياه. هي شورتك بحب المناسف مثل شورتك في الفن. على أساس قالت لي كل هذا السؤال بلكي أصحابه يظلوا يعزموه على مناسف لأنه ما عندوش مرة. هيك فكرة والله. هلا هيك سعدية ناطة كثير يعني. بس فعلا أنا بحب المنسف مع أنه أنا مش يعني الأكل بالنسبة إلي قضية هامشية بس إذا وجد المنسف فأنا لا أوفره. يا سيدي إن شاء الله أنك بتزورنا فلسطين وسعدية نط الدرج بتطبخ لك أحسن منسف. إن شاء الله بتطبخ لي منسف ومقلوبة. شو أكثر موقف أثر فيك حديثا تأثرت منه كثير يعني سواء بالحياة أو بالتي في أو بأي مكان؟ هو حقيقة موقفين. موقف مشروع تخرج بعنوان ما بعد الفقر. طالب فقير جدا بيروح على المدرسة متأخر لأنه بيروح مشي أولا من التخشيبة اللي ساكنين فيها. هذا حقيقة يعني؟ واقع يعني. مشروع تخرج فيلم. بس واقعي ولا أنت يعني حضرته وتأثرت؟ أنا حضرته وتأثرت فيه. بس هو في كثير شغلات واقعية من هالنوع. الولد بيتأخر عن المدرسة لأنه أولا بيجي مشي ثانيا بيستنى أخوه لحتى ياخد الشنطة منه لأنه ما عندهم مش إلا شنطة واحدة. يا الله. فالأستاذ بيعاقبه لأنه متأخر إلى أن يمر يوم الأستاذ مارق في سيارته فبيشوف الموقف هذا فبيجي الولد متأخر على الصف بينحني له الأستاذ. الله. هلأ كثير موقف مؤثر أنه نعرف حقيقة يعني ما نحكم على الأشياء بظاهرها. مظبوط. هلأ في وراها حكاية عاطفية خطيرة جداً. هذا أحد المواقف. مسلسل العلم نور يعني مستحيل ينعمل معك أي مقابلة إلا ينذكر لأنه من المسلسلات الرائعة جدا واللي ما زال الصغار والكبار بتابعوه وبدوروا عليه على جميع المواقع وين ما يكون. نعم. وكمان مسرحية العلم نور نجحت كثير بس طلع أنها إشاعات في الضفة الغربية في هذاك الوقت أنه الأستاذ داود جلاجل أكل كتل من الخلايلة تأستوى عشان كلدهم وما كانوش فاهمينه صح. حكينا عن هاي القصة وكديش ضربوك وكيف ضربوك. هلأ هاي القصة يعني إشاعة قالوا هذا الخبر وأنا كنت معزوم على عشاء. طبعا الخلايلة يا رب ما كانش منسف عشان ما يسكرش نفسه. لا ما كانش منسف. الخلايلة ما حدش زعل منهم بالعكس كانوا يشوفوني يمزحوا معاي حتى الختيارية
يقولوا لي انت كان اجيت عندنا تعلمت شويه خليلي، فكانوا مبسوطين. طب استاذ انت سوري يعني كيف تعلمت اللهجه باتقان؟ انا لدرجه شكيت انك خليلي بصراحه. اقول لك، اولا انا في لي اصدقاء خلايله، ثانيا في لي نسايب خلايله، يعني اخوي متجوز خليليه وكنت باستمرار يزوروني وازورهم. ثالثا في لي بنت خال متجوزه في الخليل ومخلفه اولادها متجوزين، فلما بتيجي زيارات عنا فهي بتحكي خليلي. فانا يعني المهم اقول لسعديه الشمتاني فيك انه ما انضربت. لا لا كلها يعني شمتت سعديه ولا انبسطت؟ كلها يا سعديه يعني طلعت يعني شماتك على فاشوش. والله شمتت سعديه، ما بعرفش ليش المره انبسطت كثير لما صارت تكره الله تستروا الخلايلي يعني ضربوا ضرب. سعديه بتحبني؟ والله ما نعرف هذا السؤال، لما شمتت فيك انا صرت اشك انها بتحبك ايش؟ لانه شماتي الموضوع موضوع شمات. لا لا هي بدها بس بدها تستفزني عشان تطلع حقيقه الامر. طيب. لما بتكون استاذ تعبان نفسيا او عندك سر بدك تبوح فيه لناس او لحدا، لمين؟ في مين بتفكر؟ يا رب مش سعدية والله ما بتحفظ لك سر. لا لا مش سعدية على الإطلاق، وأصلا مش امرأة. يعني إذا بفكر أفضفض فأنا بفضفض لصديق، وأقرب صديق عندي يعني عندي كثير من الأصدقاء اللي بحبهم وبيحبوني وإحنا علاقتنا وثيقة جدا، بس أكثرهم وأقربهم اللي لا نفترق يوميا اللي هو صديقي أو توأمي محمد حلمي. الله يمسي بالخير، انا كثير بحبه وبحترمه. انا مسميتكم دوتو ما شاء الله، فعلا ما بتفترقوا. والله يبعد عنكم الحسد يعني. هو في سؤال بهذا الخصوص عن الشلليه تبعتهم، انا بدي اتطرق له كمان شويه، بس بدي اجل السؤال اللي موجود عندي. اول، البعض يقول وليس على ذمه سعديه انه رغم مسيرتك الفنيه الطويله لم تستطع حتى اليوم بناء شخصيه فنيه يعتمد عليها. كيف يعني؟ يعني أنا ما فهمتش كيف تركيبة السؤال. إذا سعدية اللي كاتبته ممكن نتفاهم أنا وياه. بتحب تتفاهم عن نسوان شكلك. حقيقة نشوف، أنا بعتقد أنه كلمة فنان أو ممثل لا تحتمل صفة بجانبها. يعني أن تبني شخصية بمعنى أن تصبح شخصية نمطية، بمعنى أنه هذا لا يلعب إلا دور كوميدي، أو لا يلعب إلا دور بدوي، أو لا يلعب إلا دور الشر، أو لا يلعب إلا دور الطيب. أحيانا تقصد أنه أنت ولا منتج ولا حدا بيقدر يعني يركن عليك أنه يعطيك بطولة مطلقة، ممكن تأخذ أدوار جانبية بسيطة مساندة، أما بطولة يعتمدوا عليك في بطولة مطلقة سعدية كانت لمستحيل. يعني إن شاء الله أنا يعني وسبق أنه أفشلت هذا التوقع لسعدية، ولعبت بطولات كثيرة يعني. هي شايف لك بطولات ربنا الله نحكي مزبوط، يعني هي شايف لك بطولات وأعمال كثيرة، بس شو كاتبها؟ كاتبة هاي البطولات كنت تأخذها بالسابق مش لقدراتك الفنية، لأنه ما كانش في فنانين كثار، فكانوا ينجبوا يجيبوك لكلة وجود الفنانين. إمتى هذا؟ فشو زمان بطولاته زمان والله. شو الحكي الفاضي؟ لا ليش حكي فاضي؟ سؤال هذا بدنا نطرحه عليه. طيب أوكي. كان أنا السؤال الأول إنه ما بأخذ قدرة بطولات في المسلسلات، كان لا بأخذ، فسعدية كانت بأخذ بس زمان، بس بعدها لأنه كان ما كانش فنانين، كنتوا تنعدوا على الأصابع نفس المجموعة فكانوا يجيبوك، فلما طلعوا فنانين كثار خلص راح موديلك هيك بتكون. شوف إياك بس تبلغها لسعدية نط الدرج. إنه حتى لو كان عدد الممثلين قليل فما بيجوا بياخذوني ألعب بطولة إذا لا أصلح لهذه البطولة، مش لأنه قلة عدد، في غيري ممكن يعطوهم البطولة. فهذه يعني حجة واهية، وخلي سعدية لا تعتمد عليها، يعني لا تعتمد على هيك كلام. طيب كيف رأيك أقول لك شكاية لسعدية وبعدين بنسمي البرنامج؟ ما عنديش طيب. مشكلة طيب استوب. طيب هانا سعدية شو بتقول؟ فكرة هي يعني مترملة صلى 3-4 أشهر بجوز مأثر الموضوع عليها. معها كوشان ايش عمرها؟ 37. منيحة منيحة طيب. بنظبطها الأستاذ يعني شو ما تحكي عنك سعدية سمح بالجزء.
تقول لي والله تسألي الأستاذ داود جلاجل شو بوصف الفنان اللي بيبيع نفسه وبيشتغل أفلام أو مسلسلات رديئة بس عشان المصاري؟ كون حذر، السؤال ملغوم. طيب السؤال إجابته بسيطة جدا. في الظروف عادة اللي بتمر على الفنانين أحيانا يضطر لوضع الاقتصادي هذا الفنان أن يقبل بأي عمل حتى يجيب قسط ابنه في الجامعة أو أجرة بيته، ما يحتاج وجب كرامي أكيد، أو يشتري ربطة خبز وخضرة لبيته. وهذا أنا لا أعتقد أنه عيب أو عار على هذا الفنان، مع أنه يعني أحيانا الفنان بحاجة أن يختار، لكن تحت الضغوط مضطر. انت انا صرت اشك انك كاري الاسئله ونبهتي عليها. لانه هو حكي منيح عن اللي بيشتغل. طب استنى شوي، اذا انا ما شفت غير هلا اوكي سالتك وانا ياسمين اللي بتعد لي وانت لحالك، طب انت ضيعت علي السؤال. هو لازم يكون الفنان اللي بيبيع نفسه مش كويس والفنان اللي بيبيع حاله مش صح، لانه الكاتب سعدي انه بايع نفسه مرتين في مسلسل سعده ومسرحية شو شوية صبر يا جبر، وانت ندمت انك اشتركت فيهن وقلت انا بعت نفسي لاني كنت مضطر. اقول لك شغلة، او هذا الكلام يجب انه تسمعه سعدية. احيانا نشتغل عمل على الورق بيكون عمل رائع على الورق ونتوقع له نجاح ساحق، لما بيطلع على الهواء بتحس انه مر بدون وطلع طلع لان انتم ما اديتوه صح. لا مش هذا صحيح، صحيح لانه اولا النص لم يكن في هذا المستوى الجيد. كان بيكتبوا واحنا بنشتغل بتذكر. الظروف الانتاجيه بالرغم من انه التلفزيون الاردني حاول ان يحقق ظرف انتاجي جيد لكن لم تكن بهذه الجوده. ثالثا أن تعتمد على بطل وحيد بدون مساعدة شخصيات أخرى بجانب. أستاذ داود أنت بتبرر إلي ولا بتبرر لسعدية؟ لسعدية. لسعدية اعتبرها خلص فهمت القصة، لأنه أنا شو ما تحكي أنا من المعجبين فيك وبحبك. الله يسعدك. وسعدية أنا بودك أنه أفصلها ونطتها خمس درجات مع بعض. لا تفصلهاش بس نطتها الدرجات وإقنعها. ماشي. بس بدي أقول لك شغلة كمان، أحياناً نشتغل عمل يعني وأنا من تجاربي الخاصة اشتغلنا كثير من الأعمال هيك تحصيل حاصل على الورق أي كلام وفي الاستوديو نحاول نعدل على الهواء في المشاهد، ولما يطلع العمل ينجح نجاح جماهيري ونجاح فني باهر بشكل غير متوقع. طيب ليش سعدي بتتهمك أنك من محبين الشللية ودائما هالمجموعه هي اللي بتشتغل انت وياهم بتقعد انت وياهم بتروح انت وياهم وما بتحب اي عنصر او اي شخص جديد يدخل عليك؟ هاي هاي سعديه اخذتها من امها المعلومه. هلا سعديه وامها لازم يفهموا انه انا شخصيا وهذا بيعرفه زملائي يعني والشباب من اكثر الناس الذين يفضلون إتاحة الفرص لأجيال جديدة لشباب أجداد. ست نجلة تشهد على هذا الكلام. شوي 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 هذا السؤال موضوع الأجيال الجديدة مكتوب عندي السؤال اللي بعده. أنا صرت أشك إنه في مؤامرة بينك وبين الأستاذ داود. شو معرفة بس هاي السؤال ها؟ من أقوالك محاربة الجيل الصاعد. بلش يقول لي أنا بدعم الجيل الصاعد. شو كيف صار كيف وصل له السؤال كيف تهرب له فهمين؟ لأنه هو ذكي وفنان ومحامي زي ما قلت. لا ولأنه زميلك وانت طلعت على الأسئلة وقلت له الأسئلة. أيوة أنا غششت الأسئلة. بس ما بصير تخربي لي حلقتي يعني تخربي لي برنامج مفاجآت الناس هاي بدها تسمع الناس. والله انت والله ما بصير يعني بجاوب على سؤال لسه أنا ما سألتوش إياه. أول سؤال قلت بهمش، السؤال الثاني كيف يعني وصل له؟ شكلك مش انجنيت إشي بجنن. لا لا مش إشي بجنن بس قالت العرب قديما الحديث ذو شجون، فأنت لما بتسألني سؤال لازم هذا السؤال يكون له شجون يعني طرقات شجون. وأشر عليك أشر عليك معناته أنت شاجنتيلو إشي لأنه شايف هذا الحكي كذب ما في منه.
والله أنا صرت هيك أشك، لأنه كل الأسئلة جاوب عليهن قبل ما أسأله إياها، يعني هو يعني زي الجاي حافظ الدرس. هو فنان عنده تاريخ ومثقف وواعي، وما أعتقدش بده يكون عاجز عن رد عن أسئلة تافهة زي أسئلتك. ها من الآخر يعني. طب اسمع، يعني شو رأيك أنا أروح أدخن لي سيجارة ولا أشرب لي فنجان قهوة عبين ما تتصالحوا أنتوا ونرجع نكمل؟ لا يعني أنت مبسوط وراضي وبتكبر أن تكون أسئلتك تافهة؟ انت وياها يعني شركاء في هذا البرنامج. لا انا اسئلتي هلا زي اسئلته يعني انت موافق ان الاسئله تافهه؟ ماسخه اسئلتك ما لها طعم. ماسخه الطف بتكبلها، اما تافهه لا. يعني تافهه صعبه، بس انا مع اداره الانتاج راح ابلغهم ان انت مسر بكل الاسئله للاستاذ داهود. على اعتبار انه احنا في امتحان الان. لا لا ايش تعاقبني يعني؟ شو اسوي؟ شو العقاب؟ ما اخذش اجري مثلا على حلقه؟ لا لو جرب تاخذي، بس ممكن ما يخلوك تكمل البرنامج. طيب بتريحني لانه عندي صداع ليومين محتاج جراحه. يعني انت عمرك سمعتي في سعدية نط الدرج؟ سعدية بسمع فيها، بس نط الدرج لاول مره. لانه هي حلفتني يمين انه كل اسم عيلتك قدام الاستاذ داهود. لا فاجأتني هاي دليل اني بعرف شو كاتب يعني. سعدية ولا مش مشكله. بس هي ما كانت اكم درج هي، بس انا من يوم ما اجت عندي اسم سعدية نط الدرج. بس فهمها انت انه خلي عائلتها تنزل الدرج درجه درجه بلاش. انا انت ضيعتي لي الاسئله وضيعتي لي كل حلقه وضيعتي لي المفاجاه. انا بدي اسال اخر سؤال. حلو التهم هاي اللي بسمع فيها من اقوالك لمحاربه الجيل الصاعد من المخرجين والفنانين. عندك مقولة رائعة جدا وأنا بصراحة حبيتها. هناك فنانين ومخرجين علاقتهم بالفن مثل علاقة أمي باللغة الصينية. تقدر تنشر؟ لا مزبوط. فنانين ولا مخرجين؟ ولا أزال مصر إنه في ناس هدول اللي أنا بقول عنهم تسللوا إلى الوسط الفني في الوقت بدل الضائع. علاقتهم في الفن فعلا زي علاقة أمي باللغة الصينية، لأنه علاقة أمي باللغة اليابانية أفضل، يعني أمي بتعرف داتسون بس بالصيني بتعرفش. بس هذا نتيجة عدائك الشديد للجيل الصاعد، ما أنت بناخذ الكل. لا مش بالضرورة، شو دخل الجيل الصاعد في إنه ناس تسللوا إلى الوسط؟ في من الجيل القديم في ناس علاقتهم بالفن زي علاقة أمك بالذرة أو بنظرية النسبية. طيب يعني أنت ما تفاجأت إنها سعدية جابت مقولتك الشهيرة البعض المخرجين والفنانين علاقتهم بالفن مثل علاقة أمي باللغة الصينية؟ لا ما تفاجأش لأنه أنا فعلا قلت هذا الكلام. لا هو هذا موجود لغاية الآن الموضوع. طيب بس أنت لما جيت ضيف على البرنامج سارة من فلسطين ما حكت لك ولا سربت لك أي معلومة لست نجلاء؟ رفضت تسرب لي معلومات. لا ما غششته نهائي. قلها يعني ممكن أعرف شو الأسئلة عشان نقعد نتفاهم. عشان ما نعكش. قالت لي لا بدك تتفاجأ في الأسئلة على الهواء. طيب ما قالت لك إنه برنامجنا اسمه الكاميرا الخفية الفلسطينية؟ لا ما قالت ليش. هلا هاي كاميرا خفية؟ ما في الكاميرات موجودة، كيف خفية؟ وين خفية؟ هو استضافتك في برنامج سهر من فلسطين بس هو في الباطن في الحقيقة برنامج كاميرا خفية. هو حاول على فكرة حاول كتير يستفزك بس انت ما قدرت استفزك. لسه اسئلته كتير لذيذة لإلك قديش انا يعني. حاول يعني من جديد. صور
قضيتك بنثيرها تعيش وتاكل غيرها امسك اعصابك امسك اعصابك لا تقلبها جديه اضحك معانا شويه هي كاميرتنا الخفيه امسك اعصابك